فيقوا من النوم الثورة راهي بدات ضغط عواد الشوم ومحاينها تعداد المستقبل في ديكم لا حد يجور عليكم ولا يعيكم ميخان بار مصار كونوا متحدين اتهبوش النار وخف المدرسين حتى تلام الليل بالفرح والنهار حلمنا حلم جميل ونحقق بالإصرار يا نمرة اليوم في تونس على نمرة وسط نجوم قد جابوا لي بارفان يا اخي باش نصب بهم انا توا قول لي ساعه خماماتكم زين بويني يا ولدي مامي قالت لنا اسبقوا وقاعده تتكلم في التليفون وا هملتكم في الشارع وقاعده تتكلم يا لالا زعما مع شكون تهدر انا نعرف نانا اما نقولش كان ترابك با قالي ما عادش تصب الناس يا اخي وليت متربي ما وليتش متربي خليني ساكت برك اه قعدتوا مده بحذبوكم ولا يا ربي خير منا احنا يقول لي يا اخي سماح وين ملي دخلت البيت نتاعها ما خرجتش تعرف وجهها ما عجبنيش بكل هز علي اسكندر بابا عزيزي شوف محلاي المايو اللي جبتهولك اوه الله 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 شو يا قمر تي هو زي قدمه يا اخي ما فماش اكبر منه شبر على الاقل اي ومامتك جبت ليش يا عبد بياس باش نبدا انا وياها نتبختروا برادسيو برادسو في الشط لا نانا جبت لها الميزات فنعطيها لها في البيت نانا نانا اه خالتي محليك اوه خالتي عايش لي بنتي ما شقتش بالكداية في الفواياج عليه على خطر من تفكرك نبكي ملا 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 على مندي ملا يزي بلا كذبة قمر مش نرمال بابا عزيزي اللي تقابله في الشارع تقول له باش نبكي باش نتوحشك دي حتى كجنفيف قلت لها كيكة نانا هذا الكادو متاعك حكا مكياج اوه عايش لي ولدي العزيز طوينا ما زلت بتاع مكياج حلو حلو ياسر يا اخي ما عندهمش جبايب وفولارات غادي هذا حق وتهديه المامتك زينب صايب السؤال هنا عليه مامتو زينب مراه وين القطوسه نتاعك الو الو شيراز سالو روحنا اليوم عايشك لاباس لاباس عليهم كل نشدني على روحي انا سافا با دو تو هاي اسكندر تو نهارين كلام فيه مهزش عليا زعما شبيه واه وقتاش تو نهارين كلمك اي قلتلو لي احنا مشينا لهولندا هاي ليه سي با دو ما فوت في هولندا بابا يزرب فينا ما لقيتش وقت باش نشري بوس باش نكلمو بيه كلمو انت يا ما فصلو مش في زنكيت يعيشك شنو هي هالخوضه وهالشي اللي مفرد في الدار شلم وحدي هذا الكل يا اخي وين ماماتكم زينب يا ولادي هاني جيت يا لخديجه هاني جيت مرحبا
نعرفك ياسر متوحشتني والنوم طاير من عينيك. سي الحبيب. اهلا اهلا. اش احوالك؟ يهنيك سلمت لوالديك. عايشك بارك الله فيك، مرحبا بيك، مرحبا مرحبا. شنو هذه غيبه كبيره ياسر، شعر كامل وبرا الملاك مش هنا ولا ولاد، احنا زاد رانا نتوحشوك. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا. يزي يزي ريقك شيح من مرحبا واتر ريف. قل لي عايشك يا زينب يا اخي، عايشك بنتك وقتاش مروحه؟ ما قالتلكش راهي دخلت في الجمعه الثالثه يا دين. والله ما نعرف عليها، هيك تدور بين البلدان، هذيك ما يخصهاش من جمعه اخرى. يا لله شنو هالعقار هذا يا اخي؟ شكون مشيت لها باولادها وشكون اللي مشيت لها بدارها؟ انا ما عادش فيا انا وراسك. لو كان جات تكلمني في التليفون لما قاعد لها راسها. واه وفاش قامت قاعد لها في راسها؟ هاني انا هوني خذيت كونجي باش نعديه بحذاكم. يا خيتي قداش تموت وعاد تفرهي، احنا في بينا بيها مشت في مهمه، الطفله سافرت تخدم على روحها. انا من اللي هزت معاها كل جيبوعه بهجه. اي اش من خدمه عاد، واش من خدمه؟ واذا كان ارتاحت نهيرت وضحكت ولعبت، خلي الطفله تتفرهد يا ديني. ما قلناش ليه يا زينب، انا تقول ماشي ندونس. وبعد هذا ودونوا على كيفها، قالوا لي هزز قرب على ظهره تقتل. ها بارك الله عليكم، صلي على النبي ومرحبا بيك، هاك جيت بحذانا. ما عليك كان ترسم وترزن تتلهب ولاد بنتك. على خاطر انا وسي الحبيب يمكن نكري ويا نات، يا في عين دراهم يا في تبرقه. نعم شكون قال لك الحكايه اللي خديجه؟ وبين المناسبه يعيشك. مناسبه اللي انا قلت يا الزيني من البركه في الدار، الناس بارك الله ليه يا في شهاويها وفي رياقاتها، حطينا نحب نتفرهد كيفهم. ما جابوا لك عاد ولاد ولدك مايو باش لكم تتحطوا تحت المخدة؟ يا بن مرعي. وي هات قهوة. شبيك مصبح تحسب في الرسائط على المادة؟ عندك مانع؟ نحسب في المساهمة متاعي في صندوق تشغيل الشباب يا بابا. استغفر الله استغفر الله، وإذا عصيتم فاستتروا. إش بيه يعزم علينا الشيخ جقجوق؟ عيب حبيبي، اللي عزم ما يذكرش اسم ربي. بلكش قاعد يقرأ في الأوراد متاعه. أختاك بلا يقرأ، الجماعي عظوم اللي يصطادوا في الماء العكر ما نغباش فيهم. تقصد حاجة مثنين، يا إما أنا سارق يا إما عاصي ربي، على خاطر نحب نقدم مساهمة الواحد وعشرين واحد وعشرين ونساهم في تنمية بلادي. واحدة من الزوزة ذومة باصي عليها. مباصي على واش يا اخي الرمب؟ فلقت ليك راسك بحجره، خلعت ليك محلك وسرقتك. سي بوزيد وليت عدنا عليك معلومات، سحار غامض وغير محترم وغير منسجم زاده، وهيتك كاينك تنجم تحرق لنا الشعبه راهو. صلي على النبي الرمبه واختلك ليونات. بوزيد ساعات يتكلم وحده. ولا انا ما سمعتوش يا سيدي، لا سب حكه ولا صندوق. تعجبك هالاوضاع في قهوتك يا بن مرعي؟ نطالع في صدى المحاكم، يقوم يتبلى عليا بالصناديق والمواضيع الفارغه. يا بابا يا بابا، ايواش اكجبتها لروحك؟ شاهد عليها قاعد تسب في صندوق 21 21، وسبيت زاد صندوق 26 26. تو باش تمشي معايا بالسياسه للمركز، خليهم يسقسيوك ويعرفونا شكونك انت. املص يدك يا حسانه، حط في يدك على مثقف يا اخ الجهاله. املص يا املص املص يا حسانه. سيب يا املص سيب سيب الراجل. ترمبيته ترمبيته صايب شيخ. انت نب عليك، ما عندكش حتى دخل. السيد هذا توا كان يسب في الصناديق الوطنيه، وانت اذا كان ناوي تمسني حتى ربع تمسها تولي مشارك معاه. يبر مبلدك، شكون حطك مسؤول على الصنادق؟ باهي اتوا تشوف مالا انت والمراكز اخوك الا ما قلعكم بالحومه هذه. يذهب مخيب كبتك. سميره أنا ماشي نقضي من السوق قدامك شيخ، وكان رجع ترومبيت قوم معه بالواجب. تعنى التوفة ما عندك كان نسي يا بابا. سيدي الشيخ أيا تجيب حذانا، ذوق لي الكبكب وتعطيني رايك. نذوق ليك واشي؟ هاي سي حمزة احكي لي عاد. بابا عنده معرض في أمستردام، هزنا معه بالزهر نطيحوا بالجيتار اللي نحلم بها في مكازان. نورمال؟ اي با جبت شيكي وخلصها بالوقت. يا ودي ماشي نكلم فيك على هالوزه هذه انا. بالعربي مرت بوك فرحتش بيك.
ما بنو تصي يا نانا خير من اللي طيبونا بابا بالك مرة كان ريتو يعيف. يا ناري على وليدي يا ناري يحربت في الكسكسي على ما توحش ماكلتنا. فوالا هذه هي قهوة الدريم. انت يا سي بالمرعي يا بابا؟ لا ميم نامشني بالمرعي وانما صديقه الحميم. لاحظ ما شاء الله لانتم من جيل الحواسيب المحموله. بالمرعي مشى يعمل دوره بالقهوه تو يرجع. سامي هذا بابا زدار يظهر لي هو ريت اللوك. انا كذلك من عشاق الاعلاميين وعندي مشاركه بسيطه فيها. عندي صديقي شاب نابه اسمه اسكندر شرح لي ما استغرق من اسرارها. انت هو الشيخ بابازدا دق عليها شخشوخ نهل صحاب اسكندر. من فضلك يا انس اسكندر قال لي كان اسمي ما ندري واش ولا تقفتيها في الطريق من فم المنحرف الرمبه. ودي تغصصت سيد الشيخ اسكندر يحبك ياسر قال لنا الفراد مثقف خشين ومعبي بالشعر والامثال الشعبي. راكم قاعدين تدمروا لي في علاقتي بشاب كنت ولا زلت لحد هذه اللحظه نعتبره من خيره الشباب واكثرهم تهذيب. كيفاش ينطق بألفاظ من قبيل فرادي وخشين وما أشبه ما يجري على سنة سوقة؟ وصعبالك يا بابا وشوية تفهم للشباب. اسكندر بارح قالنا فما قهوة تحفونا فيها الانترنت جينا نصر فيه وقالنا فيها شيخ تقطوقة مش نرمال. من هو شيخ تقطوقة؟ أنا عندي أكثر من شهر نتردد على هالمقهى ما ثمش واحد بالاسم هذا. ليسالش أنا هو التقطوقة. ما تتغشش ببز. والله إلا أنت هو زعيم الرعاية بن مرعي انت اللي طلعت فيها الكنيه التافهه هذه والجميع تبعوه. حتى ملكه فؤادي ليليا ولا تتناديني بها. باه يا عم الشيخ اللي يظهر لك يزي توم الغش واسمعني. اسكندر مسلم عليك برشا وقال لك البيسي هذا ليك دبرهولك. بون هو قديم شويه اما يمشي. الشيء يمشي يا ولدي ليه فهمتني بالغلط نقصد على البيسي يمشي معناه. قول والله لينا هذا مالك كيفه بالرسمي يا بوزو اي مبروك وقال لنا كيف تشوفوه اعطيوه بوسه. هذا طبعا عندك بوزو يسعدني من سعدك. انا لازم نلقى حل لهالاعتداءات اللغويه والعاطفيه المتكرره. حق بابا عزيز حفيدك ولا كومبوزيتور ألفت سيفت غنية سميتها بغوم دامور معناها ضباب الحب. ضباب الحب يعطيك كلب إن شاء الله. أنا سمعت وأنت اللي ساكتة توا هاي قولي الحقيقة شنية علاقتكم بمرت بوكم؟ أوه بابا عزيزي علاقة نورمال أنا قمر وحمزة سبا لك هكين سي مروي. مصحيح بابا عزيزي جنفيف هي اللي بدات لولا قالت لي مالي الفي وكل ما خايبه حاشاكم يا اخي قلت لها نشكي بك البابا يخاطبني كف يكبك بوبها علاش تعطي فيك في كف وبوك سيتوينو وبابا مشى يقصلنا في تسكر الترام تاع هولندا. والله مظلوم بابا عزيزي والله. اسكت انت ما تجننيش حقا تشقك من شوافر عينيك مش تعطيك كف. المراه عندها بقال في حوتات احمر واحنا قاعدين هو ضرب ضربتين يحشي يجي في البقالي يحب يشد الحوتات. انا قلت له مروي سي با بيان سكو تو في غمزت له قلت له نحي يدك حب يفهمها والمراه تحمص وساكته في الاخر شد حوته خلاتها تهز وتتنفض في يده. انا حبيت نعمل تجربه كي شد الحوته صحت عليه قام ينقر لها وقال لها تنشكي بيك البابا وقت عطاتو كف تنطر دزك البقال طيح وجابوا فلوس. كي روح بابا حكيت له جنوفيف حب يرجعهم يسامحهم مع بعضهم. يا اخي قعدت منبوزه وما حبش تمشي معانا لهولندا. يا اخي بابا تغش وقال اقعد. احنا حبينا نروحوا لتونس. يا اخي بابا قال جامي دو لا في لازم تمشي معايا لامستردام. تستاهل ملاك قلت لها ما تبعثش اولادك. ما عندكش الحق تقول هكا مامي. الساعه شخنا في هولندا مع بابا. كيف جينا مروحين قلنا سلموا على امكم. وشريلنا دي بي سي بورتابل انا مروي باش نعملوا فيسبوك كيف سامحوا حمزه. يبي صاحبي هو تستنى شويه من قبيله وانت تعالج بمرافقك. مالك كيفاش باش نتصل بسطيره هذا ما وصلني الفضاء.
خويا تفضل عشة مدلة بالرنقة. شبيك تشم الرنقة ريحتها تقود من بحرها خويا. نستنى نسمع ربي يستر. صاحبي فيق بيك راني يزي مركيك عاق. أختي سمعني هذه نسميها اللي تحب إلا عجة. عليه شنا قصها خويا؟ نعم مش نقصها نقصتها سوابع لله خويا. بس بس وانتي خويا ايش قانت لك اللوبي؟ ترحم لك على والديك وانا معك وهاني ناكل عليها في سوابع حوت عليك. صح صح صح. واه شبي الهدرة كثرت على السوابع خويا. بربي قلي بالضبط شنو اللي ناقصها العجة متاعي؟ سمعني مدام قلي شنو اللي زايد فيها؟ عجينة متاع طماطم هذي الحكمة في الثوم يا باهي. احنا نسينا الثوم. امان الصحبي الثومة باش تولي انتي تعرف خير من حنيفة اللي عطتني الرسيتة. برا 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 صريتي تتعلم في الحجامة في رسلتامة. اي مدام حنيفة هذي قل لخاتيك الطبيخ. اي السلام عليكم. سلام. ليليا ليليا ايجا يرحم بوك. واه سميره يا اخي اش تعمل هوني؟ تو بعد نحكي لك. اسمعني حبك تعطيني رايك. ذوق وقل لي انا اللي طيبتها. المنظر مش عليها عجه ترى. ناعه سميره هذا اسمه بورقة بالرنقة. مطمها ياسر فيها ياسر كروية بالعمل مرارت ويمكنش يزيدها شدت لك شوية. عافي أفرح كيف يجي لباس. لا لباس لباس عم الحبيب. حبيت نستشيرك في حاجه وكا هو نجم ندخل؟ اي اي يطلع تفضل. اي تفضل تفضل سي مبروك. عايشك. اهلا وسهلا. عايشك عم الحبيب. عايشك بارك الله فيك. عايشك الله يخليك. تدخل يا رجل تفضل اقعد. اي تفضل ارتاح. اي ايوه بارك الله فيك عم الحبيب. عايشك. شنو حوال خالتي خديجة؟ لبس عليها أمك خديجة هيك مقيلة. إن شاء الله ما كنتش قلقتكم وأنا هكا جايكم في القوايل. لا 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 سي مبروك ما قلقتنيش بالكل. أنت أبوك الله يرحمه كان من عز أصدقائي وأنت محسوب ولدي. قولي تحبش تشرب قهوة جو؟ لا 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 قهوة لا عصير لا ماء يكفيني كوني حذاك. أنت بالمجد كبابة عم الحبيب. كنا بدا حذاك نحس بالطمأنينة والأمن. ربي يبارك فيك. عايشك وخليك لينا ذخرا. يا شيء هذي ذخرا عايش ولدي مبروك. أخي احنا تو في اجتماع. الله غالب عم الحبيب لساني يتعود على هالعبارات الفارغة هذي. أي متاع التغيير والتحول المبارك والسابع من 16 واضرب خلص. ربي فضلك عم الحبيب وشدنا فيك. عايشك. الدنيا راهي ثانية فارغة. وش بيك مبروك ولدي؟ وش بيك شدد في الدنيا فارغة ثانية؟ يا أخي لقدر الله فما واحد من أهلك توفى؟ لا لا ما عندي حد توفى. كلمة تقال وقلتها قدش نحس روحي مرتاح. يا سي مبروك أولا نحب نعلمك اللي أنت أهلا وسهلا مرحبا بيك وزرتنا بيك ألف بركة. وثم ما ظهر ليش جيتني على خاطر تشعر وأنك تحس بحذية بالراحة والإطمئنان. هيا هيا قولي قولي إيش عندك مثالش. حبيت نشاورك في بعض المسائل. أولا نحب نقدم استقالتي من العمودية وثانيا وهذه فكرة وحيت لي بها أنت سيادتك.
اي ماذا بيا نرجع لخدمه الجدود نخشت النحاس. والله شو نقول لك يا سي مبروك، ان ماذا بيا تتريت شوي على خاطر لحد علمي انا عمرك ما مارست النقيشه. ثم بكل صراحه انت مرهق وتعب، اش قولك لو كان تاخذ كونجي وتهز الحنيفه معاك وتمشي البقعه من البقايا تتفرهد شويه، ثم بعد اللي عازم عليه توكل على ربي ونفذه. وين نهز حنيفه عم الحبيب؟ انت محسوب ما يخفيك حتى شيء، حنيفه شوكه في حلقي وهي اللي مرت لي حياتي. حنيفه تي انا كنت جاي باش نقول لك زاد نحب نطلقها فرد مره. عايش ودي الكلمه هذه قاعدين في الدار هذه نعانيو لتوا من تبعاتها. الله غالب عم الحبيب، انا ما خديتش مره طيبه، خديت قربة تقطر على ظهري. يجيش البالك اللي ساعات تمد يدها عليا. عشي تمد يدها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وتكون هكا قاعدة وتقوم تهب أي ساعات كي تجيها السرعة تنزل عليا بقلقان. قلقان؟ حول ولا على مرد الله. على مرد الله. نرجع لنقيش عم الحبيب. أنا في صغري خدمت مع الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. لا محالة ضيعت شوية. أما نجم نعاود نرجع نتدرب راه. شوف يا وليدي، كان في مسألة التطويق ما نعطيكش وضني. في حكاية نقيشة تنجم تمشي سي العروسي الله يطول في نفسه في السوق، مازال نقاش بارع. نعرفه إيه. هذاك كان منافس البابا ما ظهر لي كان يقبلني. يا اختاري بالهدرة بتاعك وبلا كلام خلو منافس. تي برامج نشوف راجل صاحب فضل هذاك. على كل حال تعرف كيفاش؟ توا أنا نمشي نكلم. تفصلناش يا سيدي. يفضلك عم الحبيب. يا عايش. أه يا خليني نمشي أنا توا. حق كلمة أخرى عم الحبيب. تفضل تكلم تكلم. الجماعة حاطين عينيهم على الأستاذة ملاك، ردوا بالكم كان عندها دوسيات بتاع مساجين راي ولا وثائق هكا بتاع جماعة حقوق الإنسان خبيوهم، وماذا بيا الهدرة تقعد ما بيناتنا عم الحبيب. يعيشك أنا ولدكم راني ما نرضالكمش الضرورة. شو هم يعرفوهاش هي من قبل؟ أقول حالة بارك الله فيك ما قصرتش كي قلت. يا عايش لاباس سميرة تكلم اش بيك؟ من الصباح زعما مشي تقضي يا اخي، خليتني وحدي وانا نستنى فيك وخدمتي مسيبه سي با بوسيبل. سميره نقص بالحس الناس يسمعوا في بالي عندكم ما يكفي مقضي النهار الكل. مشيت انا واحد صاحبي نشوف في برطمان الكلان عرسوا فيه. مانيش درويش عليك انا، بالنهار كنت تفركس على البرطمان. وينو البرطمان هذا، في بيجه ولا في بنزرت؟ احكيها الوحدة أخرى. عندي غيرك أنا نحكي له النهار الكل متوحشك. ما تزيدش تحرق لي دمي لطفي، لا توا نقول فيها وزيد تخليني وحدي مع المبهلل هذاك. هبلني هبلني نهار كامل هو يناقش فيا، أنا نقول له أغسل المعون وهو يفتيلي. غسلني غسلني غسلني. مسكين عارف حسن مش يجي ينقل ناس هون مسنحر والناس ياكلوا في الملاوي متاع يونس متاع البطحة. لويه الفل اللي كي وجهك؟ وانا قاعد مقيد انا في السبان اللي سمعتهم لي الكل، والكليونات اللي خرجوا وتباعوا من هوني. انا عم من التصنيف متاع سميرة متاعك. انا اليوم ما طيب كان النوبيا والباقي الكل من التصنيف متاعها هي. روز عادي على المحمصة وأجه شبل العصيدة وكالكبكابو. هكالكبكابو ما توقوهش حتى لقطاطس. يا سمعتوا شي يقول لطفية؟ قلت لك فك علينا خلي يعمل هو المينيو، ما بيش تسمع كلامي قوم تعمل في شاويك مش هكا ريستوراسيون. هذه هي جاي عاون فيها على قبر ربوه هرب له بالفيس. انا حبيت نحسن لكم الخدمه على كيفكم، كيف انتم عاجبكم تفرغيس الصحبي انا نمشي نشد بيرو. يا اخي عارف يا حسن قال لي انا نخدم وانا طيب
وانت تعاوني تمد وترد. ما تخليش اسمع كلام عرفتك سميره. انا ماشي باستا باستا. اي نعم باستا من كفتانجي والنبلابي الرنبة عنده مود يجري وراي نقلي نخدمك ونعطيك شهرية دوبل في الأمان. أمانة صح اللطف يا زينب اللطف اللطف مقوى عقارك طوى هذا الكل ما تعرفش ملاك كلمت راجلها ولا لا تلاقات هي وياه ولا لا لازم تعرف طوى يعجبكمش والله اللي اسمه الله لا نعرف ولا قتلي ولا سمعت هالهدرة من حد صدقتنيش تو صدقت خدي أما اش تحبني قولك طيبين لله قديش الوالدين ما عادش عندهم قيمة علاش بنتك ما تسركش أيا لنا نقولوا إينا احنا هو يا نانا عاود وكررت انتي مامتنا احنا ولادها أما هي ما عادش تقرب لك ما عادش حميتها انتي وا حميتها وما زلت حميتها أنا قلبي ما يكذبش عليا يا اخي مش قلتوا منظر عياه وهو يبكي ويشخر وقالكم سلموا على امكم اش تحبوا اكثر من هكا شبيك نانا ما بكيش وما شخمش قالنا سلموا على امكم على خاطره متربي ويحب يفرحنا اسكت انت يوم القباقب وانت فهمهم على هداري يا ربي ان شاء الله ما نموتش لما نعاود نفرح بيكم تخلى مع رايس مرخ اشكون قالك انا نوافق وش بها المرأة تفصل وتخيط وحدها بنتك لا تعمرها سلاكة وتحبها تقعد تستنى سي ولدك بالكشي بالكشي هكا نهار يخمم يرجع لتونس وبالكشي يخمم يرجعها ابوي شكون قالك اللي هي مازال عينها عينها يا لله عينها غير ما تبداش انت كل مره جايبت لها خطيب جديد ربي يجبر لك يا خديجه يجبر لي ويجبر لك بون انا فديت من حكاياتكم باش نمشي نجيب الجيتار باس وبش نعاقبكم بش حتى ما عاد يخمم يجبد لي على عرس نتاع ماما كانت تشوفوا قهوة بن مرعي ولا فيها ويفي هكا بنات وهكا ولاد حلين بسيت بتاعهم ملا جو وهكا شيخ بوزيد قال لي الاسكندر هو اللي دبر على بن مرعي هالدبارة بش يدخل الانترنت الاسكندر معاهما ما نعرفش انا ما شفتوش يمكن التاخر واه ايش الهوني وين خارجه الدنيا ليل فك عليا مامي اسكندر عندي كنتي باش نقولهم له بربي يا مامي خليه حتى راني خارج باش نعس عليهم يا لله ما قويها اتسلوست من تحت الطاوله لحكت فمها لقدت شعرها يكب سعدو صوري يكب سعدو مسيك بالخير عم بن مرعي مرحبا مرحبا بسموحة زهرتني البرك التريسيتي مش ناقص في القهوة أما في باليش بس تطلع علينا القمرة عايشك عم بن مرعي مبروك الانترنت حاجة تحفونة هو تبارك الله عندك ليونيت جدد الحمد لله يا ربي يزيني من اللي كحكح وخوه تحيا الشبيبة شو تعمل هذي هوني سمحني ما سمعتكش كنت تعرف شكون سبب فيها الثورة الإعلامية لما تبعت هنيئا لك يا بنتي سماح بذلك الشاب الألمع اسكندر هو الذي أحدث الثورة ينسي متهثرين ببصدا دي الطفلة قدام دارها ما عادش يهمني حتى شيء في سي اسكندر وما عادش نحب شكون يجبد لي عليه تو هكا انت يا تعرف يا تبكيهم الناس ولا تضحكهم تنجمش تعمل حاجة في الوسط يتلاقي بحكتك هيقعد شي شربوك باهي يجيب لي قهوة عربي ناقصة عشان سالو سموحة سبا يا اخي مريتنيش عملك بيدي هكا ريتك يا اخي توحشتني نجم نعرف تعمل هوني واه شبيك سماح يا اخي باخي تغزل عليا اسكندر قال لي اجا فما سباق كافيه تحفون الحلت هوني يا اخي جيت انا مرتضى كنت حب نشدو هوا هوني اسكندر قال لك يا اخي مازال يحكي معاك هوا سافا با علاش ما تحبوش يحكي معايا اسكندر ما عاد بيناتنا شيء انا وياه جو في سافوار لا جو فغيان سافوار سوشيه تفا با سار ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله